إذن بظل الأوضاع المعيشية الصعبة، شو وضع تكاليف هدايا العيد؟ زحمة سير عجقت ناس وسيارات بالطرقات، هيدا دليل إنه العيد ما غادر لبنان بالرغم من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة يلي عم بيشهدها. ولكن بظل تراجع القدرة الشرائية للعائلات، هل باستطاعة الجميع تحمل تكاليف الهدايا؟ أم إنه الوضع المعيشي عم بيدفع العائلات إلى التوفير؟ الأسعار بتغلى ومعاشنا بعده فيكس، كل المعاش إيفنتش اللي بده يروح للكادويات يعني. نتدين لكرة، خلينا الكريدت كارد. السنة غير عن سنة الماضي، ما بقى نوزع حي الله كيف، ما حدا بقى عم يهدي، أمي وبي وعمتي وستي وجدي ما حدا بقى. هالسنة ربع معاش راح على الكادويات. صراحة ما كتير بفكر، لأنه إذا بدي أفكر ما بجيب فيه. هيدا الشهر تلت المعاش راح كادويات. قدي بيروح من معاشي على الكادويات؟ شي 70%. كنا نجيب لكل العيلة، هلأ صرنا منجيب يعني مختصر للولاد بالعيلة للكادويات الصغيرة يعني. وكان قبل نعمل كادو كبير، هلأ جاست بحدود $20. فرق تارك السنة عن هالسنة أكيد. يعني منجيب للصغار أكتر شيء اللي بيحسوا بينبسطوا أكتر بالعيد. صراحة صار لي 3 أشهر بجمع ومش رحال. ولا ما بعرف، بدك تسألي جوزي، أنا بصرف بس جوزي بيقبض. قد ما تفاوتت الحسابات وكيف ما كانت فاتورة هدايا عيد الميلاد، اللبناني ما بيخلي هالفترة تمر بلا ما يحاول الاستمتاع فيها على القليلة على قد ما بتسمح له ظروفه. وبعيد عن جو العيد، طرحت سوريا مناقصة لشراء 50,000 طن من الطحين، ورح تدفع ثمنها بواسطة خط ائتماني إيراني. وهيدي المرة الثانية اللي عم تطلب فيها سوريا شراء مواد غذائية عبر الاستدانة من إيران. وبنهاية الصفحة أكيد بحب عيد الكل وبتمنى لكم أوقات مليئة بالفرح وبالسلام. ننتقل هلأ للصفحة الرياضية مع روبا. شكراً ليا.